بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السالك وكثار المسجد. المثال الرابع من فايل نظر على نيو. نختار فيس والجزام هوب. الرابع ومن لك يونس نغير اليونس الى انت فارنس. والافضل ان نغير الوحدات من فايل كونفجر. نضغط على كونفجر تظهر لنا هذه النافذة كونفجر بروجرام. ومن سلك بيت يونس نغير الى انجلش يونس ابلاي اكسبت. ثم نعيد ثالث اسم المثال والوحدات المستخدمة. نعم. الآن نذهب إلى Open Browser. نختار شكل جاهز لتمثيل المنشأ والذي هو عبارة عن Rectangular Plate. نضغط على Save. والآن من Cursor Wizard نذهب إلى File ثم Select Unit. نختار الـ Unit End. نضغط على OK. ومن Model Type نذهب إلى Surface Plate Model. نضغط عليه تظهر لنا هذه الأشكال. نختار هذا الشكل ثم تظهر لنا هذه النافذة. Select Meshing Parameters. هذه النافذة هي corner plate. نحدد corner plate الأربعة هذه. إحداثيات الكورنر الأول هو 0 في 16 وإحداثيات الكورنر الثاني هو 10 في 16 وإحداثي الكورنر الآخر هو 10 بالصفر وإحداثي الكورنر الأخير هو 0 في 0. أما هنا فسنقسم الضلع IG إلى 10 أقسام والVC إلى 16 قسما والCD أي الذي يربط بين C والD بـ10 والضلع الأخير الذي يربط بين الكورنر D وI بـ16 قسما. نضغط على Apply وبعد الانتهاء نذهب إلى File ثم Merge Model with Chat Pro Model. تظهر لنا هذه النافذة. Would you like to talk to your Malik. نضغط على OK. تظهر لنا هذه النافذة Face Prototype Model. نختار by the following X, Y and Z value. نغير الواي الى ماينر 8. نضغط على OK ليظهر لنا هذا البلاي. نعم. كما ترون هذه احداثيات النقاط. كما ترون حددنا الواي عند استيرادنا للفليتة بماينر 8. بدأت من ماينر 8 وارتفعت إلى قيمة 8. الآن نذهب إلى جيومتري ثم من بروبرتي نذهب إلى ثيكنس ومن ثيكنس نختار ثيكنس ليس بـ 0.2 inch. نرفع الماتيريال نضغط على Add ثم Close. ومن Assignment Method نضغط على أو نختار Use Joseph. لا نختار Assign to View ثم نضغط على Assign. OK. والآن نذهب إلى Support Create Add. نختار الـ Support
ثم من method use cursor this time والآن نختار هذا النقاط وهذه النقاط نضغط على موقف نعم موقف select ومن create نذهب إلى set box and z assign والآن نختار هذه النقاط ثم من create set box and y assign والآن نختار إلى create set box assign وهذا انتهاء من الخطوات نذهب إلى اللوك ومن لوكي نضغط على ستارت نيو ثم لوكي نغير الاسم إلى element load نضغط على add clause ثم نذهب الى element load add ونختار place clause ترجع فوق place ومن هنا نختار 1.15 يكون انت مربع نضغط على add clause الآن نختار هذا الحمل الذي عرفناه في الدور assign to a view نضغط على assign yes نعم والآن نذهب إلى الماتيريال نعين الماتيريال من كومان ماتيريال كونتيك نذهب إلى الكلاسيتي ونحددها ب اوكي ثم كمان ماتيريال بوزنس ريشيو نثبت فوتون ل 0.3 نضغط على طيب نذهب الى الماتيريال ال الآن نختار ال place لإسناد ال property من elasticity نضغط على OK ثم نثبت فوتون ل 0.3 assign to elastic اوكي والآن نذهب إلى الفيديو و نفعل هذا الآيكون الذي هو اللود الذي يظهر اللود ثم نذهب إلى زوم ويندو كما ترى ان اللود كم اللود كبير معنى تصغير هذا الكيل نوضع على هذا الايكون الكيل يظهر او تظهر لنا هذا البولت دايلوج ومنه نغير الدرجه الى 0.05 نضغط على apply ok ازدادت الان نرجع الى scale
أحسن نعم أبلاي أوكي كما ترى تغير الاختيار نعم والآن لأرجع إلى آخر موضوع نضغط على هذا الأيكون يوصف أونلاين نعم فرونت فيو نرفع تسعير الأبلاغ والآن نذهب إلى Analysis Print ومن Perform Analysis نختار No Print Add ثم Close ثم نذهب إلى Post Print لتعريف النتائج المراد إظهارها ثم Define نذهب إلى Joint Placement Add ثم Element Post نختار Print Element Type Add Close والآن نختار Print Joint Placement وقبل اختيار النود نذهب إلى Font View وكذلك نظهر نذهب إلى Label ونظهر Note Number ثم Apply OK ظهرت لنا أرقام النود سنختار نود 94 نضغط على Print Joint Placement ثم Assign to List ونكتب رقم النود والتي هي 94 ثم Assign والآن نذهب إلى Sample and Label نضع تأشير من Note Number ونضع تأشير على Fit Number نضغط Live OK تغيرت الأرقام إلى أرقام Place سنختار Place رقم 76 ثم Assign والآن نقوم بعمل التحليل من Analysis Run Analysis Run Analysis نتحت عملية التحليل نضغط على Done ثم نذهب إلى أو نفتح ملف هذا هو ملف الخلف لرؤية الجوينت بليسمنت عند النقطة 94 نضغط على هذا البوتن لتظهر قيمة هذه هي جوينت 94 والبليسمنت مقداره في الزيت مقداره -1 طبعا بالإنش ثم نختار الإلمنت كما ترون ظهرت قيم السترايب هذه هي قيم السترايب نعم نورق نضغط على ثم والآن نضغط على Replace 76 double click لتظهر لنا نافذة الخواص الثيتا هذه النافذة الجيومتري تمثل coordinate أو نقاط الثيتا أقسام الثيتا وأقول أضلاعها والأريا أما البروبرتي ثم البروبرتي هذه الداتا التي عرفناها مسبقا الإلاستيسيتي والبليسمنت ريشيو وأما سنتر ستريس فتظهر فيها نتائج التحليل فيها الأماكن مقدار الأماكن والأم واي
4.8. نغلق هذه النافذة والآن نذهب إلى مود ثم فورس كوفيشنت. تظهر لنا نافذة ريزولت سيتاب. عندنا حالة تحميل واحدة، ليس عندنا حالات تحميل أخرى. نضغط أبلاي أوكي. كما ترون ظهرت نتائج التحليل، وهنا هي بالنسبة للنود الديسبليسمنت، ظهرت نتائج الديسبليسمنت، وهذه هي النقاط، وهذه هي الديسبليسمنت. هوريزونتال فيرتيكال كما ترون. نضغط على العايزة اوتوماتيك فيو. قبل ذلك نكبر هذه الشاشة ونرفع النمبر بيت نمبر. ولأن البيسمنت غير ظاهرة نذهب إلى السكيل، ومن السكيل نذهب إلى ريزولت سكيل عند البيسمنت. هذا تأثير ذلك. كما ترون ظهر البيسمنت أكثر، ممكن وهنا ظهر البيسمنت بصورة واضحة جدا. لكن نرى أن خطوط الشبكة الأصلية وخطوط شبكة الديسبليسمنت كلاهما لونه أخضر، فقد يتشابه ويشكل الديسبليسمنت على الناظر. فنذهب إلى اللود أند ريزولت، ومن اللود أند ريزولت كما ترون الديسبليسمنت لونه أخضر. نضغط عليه لنغير لون الأخضر إلى أحمر. نضغط OK Right OK لنرى الاختلاف. كما ترون تغير الديفليكشن إلى أو شبكة الديفليكشن إلى اللون الأحمر. الآن نستطيع أن نأخذ صورة بهذا الشكل من Take Picture. نضغط عليه تظهر لنا هذه النافذة Picture كابشن نكتب. ثم نضغط اوكي. ولرؤية الديفليكشن نذهب بصورة أخرى، نذهب إلى الأنيميشن، ومنه في الدايجرام تايب نختار الديفليكشن، ومن اكثر فريم 15 فريم نضغط ابلاي اوكي. كما ترون الشبكة تتحرك فاتن السبورت هنا تعيق الرؤية. نذهب الى الدايجرام، نلغي السبورت، ابلاي اوكي. نعود الى الانيميشن نضغط اوكي. الان ظهرت الانيميشن بصورة اوضح. ولرؤية الانيميشن بالفول سكرين نضغط على F 12. كما ترون ظهر الانيميشن بالفول سكرين. والآن نذهب إلى أرزو أنيميشن، نختار نوع أنيميشن أبلاي أوكي. نذهب إلى النود، ولرؤية الرياكشن نضغط على رياكشن، ولكن النتائج كما ترون مزدحمة جدا ومتشابكة. نذهب إلى Result View Value ومن Range
frame, نختار node point my, commit reaction, نختار global z or rz الظهور, ثم annotation or annotate, ثم close. كما ترون ظهرت لنا فقط قيم رياكشن نود التاسعة. نعم, ونستطيع تغيير الفون من view option ثم نذهب إلى annotation ومنه إلى فون, ثم نغير اللون فونت إلى red ونختار سايز 14, نضغط على OK, apply, OK. الآن نذهب إلى هذا الآيكون وهو اختيار play, نختار play الأول, نضغط على control, نختار play الثاني والثالث, ثم right click ومنه new view, نقبل بالplay the view in the active window, نضغط على OK, ظهرت لنا الplay المختارة فقط. الآن نذهب إلى result و view value, نختار find all, ثم annotate, ثم close. ظهرت كما ترون نتائج النقاط كلها وباللون الأحمر والسايز الذي غيرناه مسبقا من view option annotation والفون. والآن نذهب إلى result view value reaction close. تمام, تمام. ولإظهار play press control, نذهب إلى play لتظهر لنا هذه النافذة الدايرام play press control. عندنا حالة تحميل واحدة, نختار من Mask Absolute, Apply, OK. كما ترون ظهر Contour Play to Play. طبعا هذه للسيس التي اخترناها فقط. ولإظهار كافة المنشأ نضغط على هذا الأيكون Display All Pressure. والآن نأخذ صورة لهذا الشكل من Take Picture, نغير الاسم إلى Contour, نضغط على OK. والآن نقوم بإنشاء Report, نضغط على هذا الأيكون, تظهر لنا نافذة الفرصة. فمن available نختار في البداية الانبوت معلومات المدخلة, نضع control يعني multiplex, نختار replace و support و final last case, ثم نضغط على هذا button. انتقلت هذه المعلومات الى job information. أفقد ثلاث selected يعني بالإضافة إلى job information, job information من ضمن هذه المعلومات. يمكن أن لا تظهر job information في الريبورت. نختار job information ليظهر في البداية. والآن نذهب إلى التحقق
massage or not placement. Reaction. الآن نذهب إلى الفكرة. والآن نذهب إلى اللوكي. عندنا حالة تحميل واحدة ومن فكرة. هنا ممكن تغيير المقاس الصور أو عملها فوق بيج، وهذه أيضا فوق بيج، وهذه الأوبشن والنيم أند لوجو يكتب اسم الريكورد زائد إضافة لوجو شعار، ثم نذهب إلى البيج نضغط على هذا الايكون و نسير رستانجلور بلاي فوق نضغط على اوكي نضغط على اوكي كما ترون هذا هو الريبورت هذه الصفحة الأولى نايت بيج كما ترون هذه صفحات الريبورت وهذه الصور وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس.